يسعد لي صباحكم مشاهدينا، والسلام المسيح بقلبكم من وين ما كنتوا عم تتابعونا. حلقة جديدة من نور جديد من طلفي عليكم عبر فضائية نور الشرق. وقبل ما أبدأ حلقتي الأولى لهالسنة، بدي أتمنى لكل واحد منكم أعياد مجيدة، وإن شاء الله ولادة المخلص يسوع المسيح بتحمل معه ولادة روحية بقلب كل واحد منا، ونبدأ كلنا سنة 2019 بالأمل وبالتفاؤل وبالسلام وبالمحبة. وبالعودة لحلقتنا، بالفقرة الأولى منا رح نحكي عن موضوع البدانة عند الأطفال والأولاد مع أخصائية التغذية اللي مطر، وبالفقرة الثانية وكمان مع اللي رح نحكي مع العادات الغذائية يلي لازم الأهل يتبعوها قدام أولادهم وقدي تأثيرها كبير عليهم. وبالفقرة الثالثة والأخيرة رح نكون مع الكاتبة اللامعة كريستين بطرس تنحكي أكثر عن تجربتها وأعمالها بهالمجال. وقبل ما نبدأ حلقتنا ومثل العادة رح نتوقف مع فقرة السوشيال ميديا ونشوف هالفيديو سوا. رسالة حب الأب، رسالة حب خاصة من الله لكل واحد منا. الكلمات اللي رح تختبرن هلأ حقيقية، رح يغيروا حياتك إذا سمحت لهم، لأنه نابعين من قلب الله. هو بحبك، وهو البي اللي كنت كل حياتك عم تبرم عليه. هيدي رسالة حبه لألك. يا ابني، انت يمكن ما بتعرفني، بس انا بعرف كل شي عنك. بعرف لما تقعد ولما توقف. أنا بعرف كل الطرق يلي بتستعملها، حتى عدد الشعر يلي براسك معدودين لأنك انصنعت على صورتي. في أنا بتعيش وبتتحرك وبتكون موجود لأنك أنت نسلي. أنا عرفتك حتى قبل ما تتكون بحشا أمك. أنا اخترتك لما خططت أخلق الكون. أنت مش غلطة، وكل أيامك مكتوبين بكتابي. أنا حددت الوقت لولادتك واخترت وين رح تعيش. أنت انصنعت بتأني وبشكل رائع، وأنا كونتك وخليتك تكون متماسك بحشا أمك وأخرجتك يوم اللي خلقت. يلي ما بيعرفوني حرفوا هويتي. أنا مش بعيد عنك ولا غاضب، أنا بالعكس تعبير عن الحب، ورغبتي هي إنه أدلق حبي عليك لسبب بسيط، هو إنك ابني وأنا بيك. أنا بقدم لك أكتر مما بيك على الأرض قادر يعطيك، لأني الأب الكامل. كل هدية حلوة ومنيحة جاية من إيدي، لأنه أنا يلي بمونك وأنا قادر عبي كل حاجاتك. وخطتي لمستقبلك كانت عطول مليانة بالأمل، لأنه بحبك حب لا متناهي. والأفكار يلي عندي إياها تجاهك غير معدودة مثل رمل الشط. بفرح فيك وبغني لك، وما رح وقف أعمل كل شي فيه خير لألك، لأنك ملكيتي العزيزة. وبدي أسس معك من كل قلبي وكل روحي، وبدي فرجيك أشياء عظيمة وعجيبة. إذا فتشت علي من كل قلبك رح تلاقيني. فرح فيي ورح أعطيك كل شي قلبك بده إياه، لأن أنا اللي أعطيتك هالرغبات. أنا قادر أعملك أكتر مما فيك تتخيل، لأنه أنا أكبر مشجع لألك. أنا كمان البي اللي بيواسيك بكل مشاكلك، ولما يكون قلبك مكسور أنا بكون قريب منك. ومثل ما الراعي بيحمل خرافه، أنا حملتك وقربتك على قلبي.
وبيوم من الأيام رح أمسح كل دمعة من عينك، ورح آخذ كل الوجع يلي مرقت فيه على الأرض. أنا بيك وأنا بحبك قد ما بحب ابني يسوع، وأنا كشفت لك حبي من خلال يسوع، هو التعبير الدقيق لإلي. هو إجا ليفرجيك إنه أنا معك مش ضدك، وليقلك إنه أنا مني عم عد خطاياك. يسوع مات حتى أنا وياك نتصالح، وموته كان التعبير الأعظم عن حبي لإلك. ضحيت بكل شي حتى أربح حبك إلي. إذا قبلت هدية ابني يسوع بتكون قبلتني، ولا شي ممكن يفرقك عن حبي من جديد. رجع البيت وأنا رح أحضر لك أكبر حفل بالسما ممكن ينعمل. طول عمري كنت بي ورح ضل عطول بي، بس سؤالي إلك، تقبل تكون ابني؟ أنا ناطرك مع كل الحب، بيك الله القدير. مشاهدينا كتار منا عندهم فكرة غلط عن الله، بيصوروا على طول وكأنه الغاضب وكأنه المعصب ويلي عم بعد الخطايا وناطر حتى يقاصص، بس الحقيقة مخالفة تماما، لأنه الله قبل كل شيء هو بي. ولما نقبل نشوف الله بهالشكل منفهم النعمة يلي نحن عايشين فيها، وهي نعمة البنوة. وشو يعني بي؟ البي يعني دعم، يعني سند، يعني حب لا متناهي وغير مشروط. وإذا هيدي صورة البي يلي نحن كوناها من بيتنا الأرضيين البشريين، قدي حلوة صورة بينا السماوي الكامل يلي محوطنا ومنتبه علينا حتى عدد شعرات راسنا معدود. وقدي أحلى إنه نسلم أمرنا لبينا السماوي ونترك كل شي بإيده، ونكون على ثقة إنه هو قادر يدبر ويحل كل مشكلة. الله ناطر جوابكن، ما تتأخروا عليه. بيعاني ولادنا من مشكلة غذائية خطيرة هي البدانة، وهالمشكلة مستجدة بسبب كل المأكولات المصنعة والفاست فود، بالإضافة طبعا للسكريات والحلويات. وحتى نحكي أكثر عن هالمشكلة بسرني وبسعدني استضيف صديقة غالية وعزيزة بالفعل، ألي مطر، أخصائية التغذية. اهلا وسهلا فيك يا ألي. ميرسي إليان، وانت كثير عزيزه على قلبي كمان. شكرا على حضورك. ميرسي إلك. قبل ما نبدا بموضوعنا بدي اخذ رايك بالفيديو اللي مرق معنا. انا الفيديو شخصيا كثير عنالي، ذكرني قد ايه الله بحبنا، وبحس بس نتذكر قد ايه الله بحبنا كل مخاوف عنا اياها، كل تساؤلات بتوقف، لانه في حدا هالقد بحبنا، هالقد حافظنا، هالقد بيعرف لوحاتنا ومجاتنا. واكثر هيك فيرس او اي عنت لان قالت انه الله ما رح يوقف يعمل خير بحياتنا، فهذا اكثر شيء كان بيرسونلي لالي. نعم. هالفيديو نعم. كثير حلو. ثانك يو. كثير حلو. لنرجع لمشكلتنا، مشكله البدانه عند الاولاد. اول شيء هالمشكله جديده، يعني ما كانت من قبل، يا ريت بتخبرينا اكثر شو الاشياء اللي ساهمت انه يصير في كثير عنا بين الجيل الصاعد اذا بدك بدانه. 100% كتير معك حق، هيدا الشيء عم نشوفه أكتر وأكتر كل ما عم كل سنة عم تكتر البدانة هالأيامات. كذا سبب، أول سبب زيادة الآيباد، القعدة على التلفزيون. الأولاد من عمر صغير عندهم تلفونات وعندهم آيباد، وقلت الحركة، يعني بطل الولد عم يعمل حركة قد قبل. من قبل كنا نروح نلعب بالتراب، نعمل كتير قصص، يعني هلأ عم بتخف. كمان سبب تاني هو نوعية الأكل عم بتكون منا صحية. الولاد عم بيقلدوا أصحابهم بركة بالمدارس، يعني الولد رفيقه مثلا جيب هيدا نوع إكس شوكولا، هو بيجيب كمان. هول من كم سبب من أسباب البدانة اللي عم نشوفها هلأ بأياماتنا. نعم. تأثير البدانة على الولد إذا بدنا فينا نحطه بشقين، في تأثير جسدي يمكن صحي، وفي تأثير نفسي ما فينا نقلل من أهميته. يا ريت تخبرينا أكثر. أنا بعد بيعني لي أكثر الشق النفسي للولد أكثر من الشق الجسدي. نفسيا الولد يعني ثقته بحاله كثير بتقشط، بيصير في كثير بولينج، أو الولاد كثير فيهم يكونوا عم بيقولوا له كلام جارح للولد، وفي أثر معه لسنين بحياته.
زيادة عن كل هولي بتأثر بركة على علاماته، على ظهراته، على أصحاب رفقاته، بطل يعمل أصحاب قد غير أولاد. هون أكيد لازم نتدخل. هون بيجي الجسد كمان، تأثير البدانة عليه كتير مهم. الأولاد اللي عندهم بدانة، فجد دراسات في عندهم أكثر ريسك عندهم سكري، وسكري مش تبع الولادة تيب 1 تيب 2، يعني بيجي مع العمر من وراء زيادة الوزن. كتير عم نشوف أولاد عندهم بدانة تايب 2 دايابيتس، اللي هو شيء منه أبدا هين وشيء منه صحي، كمان بيصير في مشاكل قاسم أكثر. هذا الشيء كله بيأثر على الولاد. في أولاد بيصير يعلى ضغطهم كتير كمان عن عمر صغير من وراء كترة الدهون بالجسم. نعم. هل صحيح انه كل جسم شكل؟ يعني اوقات بنشوف ولدين يمكن عم ياكلوا زيت الاكل يمكن بفرد بيت، بس بتحسي انه في واحد من هالولدين جسمه قابل اكثر للبدانه، وبينما الولد الثاني ما بيتاثر قد الاول. كثير مزبوط. يعني احنا حتى الكبار بنلاحظها، بتكون مثلا انا عم باكل شيء، رفيقتي عم تاكل شيء ثاني، انا بدي اعد الخسه والخيار ورفقاتي فيكونوا عم ياكلوا عادي. نفس الشيء عند الولد، كتير بيأثر عامل الوراثة. يعني إليان إذا الأهلين عندهم بدانة، 66% الولد بيكون عنده بدانة. تخيلي إذا واحد من الأهل عنده بدانة، 63% بيصير في ريسك. فكتير بيأثر عامل الوراثة، لأنه بنخلق مع خلايا الدهون بناخدها من أهلنا. فكل ما طعمنا الولاد زيادة، كل ما بيكتر هالخلايا الدهون. عامل تاني هو قد نحرق. في ولاد فيها تحرق أكثر من ولاد، هيدا كمان وراثة. أو كمان في ولاد حركة أكثر، في ولاد بدها تلعب بالطابة وترقص، تعمل أكتيفيتي بعد المدرسة، في ولاد لا بتقعد بالبيت على التلي أو دي في دي أو آيباد، هيدا بيأثر كتير كمان. نعم. من امتين منبلش نقدر نعتبر المشكلة خطرة؟ يعني من أي عمر يمكن، من أي وزن؟ ما بعرف، رح تخبرينا أكثر عن هذا الموضوع. نحن منبلش بالتغذية من أول ما يخلق الولد، حتى هو بطن أمه بنهتم يعني شو عم تاكل الأم. بس يخلق بننتبه يكون عم بيرضع حليب الام اكيد، وبعدين بننتبه شو نعطي اكل للولد. يعني تحت السنتين ما لازم نعطي ابدا سكر للولاد. الولاد اللي اخذوا سكر هذا زيد عامل البدانه عندهم. بنبلش ننتبه وبتصير خطره. اكيد نحن دائما بنكون عم نعمل فيزيت عند الطبيب المختص، هو اكيد على الكورب بيكون عم بيشوف اذا في زياده او لا. هو ساعتها بيشوف اذا في كثير زياده، نحن بتكون هذا الشيء alarming وبينبهنا انه نحن ننتبه قد ايه عم نعطي اكل لاولادنا. بيصير خطر اذا الولد عم بحس حاله متضايق، عم بحس حدا عم بيقول له شيء غلط. نعم. وشو الطرق اللي لازم نستعملها؟ اكيد نحن عم نحكي عن طفل هلا، ما فينا نعمل له نظام ريجيم واشياء قاسيه مثل ما بنتعامل مع الكبار. أكيد. فكيف بدنا نحل هيدا المشكله؟ مزبوط. اول شيء كثير مهم الولد يكون هو ردي ليعمل الريجيم، يعمل هالخطوه. نحن حتى الكبار اذا نحن مش معنا استعداد نعمل دايت، لو قد ما جربنا ما رح تزبط. فبدي يكون قرار كمان الولد، بدي يكون هو عم بينتبه عم ياخذ هالخطوه. ثاني شيء ما بنسميه ريجيم، بنسميه نحن مود دو في، يعني نظام بالاكل. نحن نظام حياه عم ناخده لكل حياتنا، بيساعد الولد نحن نكون عم ناكل مثله، رح يقلدنا بكل شيء. بس الام تنتبه على اكله، كمان الولد حاله رح ينتبه. هذا الشيء كثير بيساعد. سالتيني امتى بيكون عم بيعمل دايت؟ حسب قد في زياده وزن. اذا الولد عنده بدانه اكيد بدنا كثير ننتبه. وانا شخصيا بشجع الاهل كل البيت يعني يفوت بنظام غذائي للبيت كله، مش بس الولد لما يحس حاله وحده او بحس حاله غلط. نعملها كفامي كعائله، نعملها كلنا، كثير بيساعد الولد، بصير يتشجع اكثر. نعم. نعم. كنا عم نحكي عن الافعال السيء للسكر. نعم. خصوصا الصبح. اكيد. يعني وبعتقد معظم الاولاد يمكن الصبح اذا ما اكلوا شوكولا او شيء سكر، يمكن تارتين شوكو ماكس، يمكن كرواسون شوكولا، قد ايه مضر هذا الشيء؟ ونحن ما معنا خبر يمكن الخطوره. اذا بلش نهار الولد بشي سكر، كل نهار رح يطلب سكر. يعني بصير كل وقت يقول لك بدي سكر، بصير في كريفينجز او جوع كثير للسكر، بصير يطلب سكر. فولا مره نبلش بتارتين شوكولا او شوكولا او حتى كنافه او كرواسون. بلش بخبزه بيضه، اكيد افضل الاسمر من الابيض، بس هو عم يتقبلها نبلش بالابيض لنعوده على الاسمر. بنحط فيها لبنه او جبنه تنصير نعوده تنرجلج السكر بالدم، ما نعطيش كثير سكر الصبح. وبس اذا بلشنا بكثير سكر كمان بصير توطى طاقته بالنهار. بيتعب اسرع، ما بيركز بقى بالمدرسه،
فأكيد ما بنعطي سكر الصبح. نعم. أكيد. نعم. فتحت موضوع المدرسة. قدي يمكن الأشياء اللي بنعطيها لأولادنا على المدرسة هي عم بتأثر سلبا على موضوع البدانة، يعني عم تساهم إنه يصير في أكتر بدانة؟ كتير عم بتأثر، لأنه الولاد عم بياخدوا أسس منا أبدا صحية على المدرسة. هلا الأسس اللي مش صحية عم ناخدها مثل الأجبان الصفرة، كتير كتير فيها دسم، لحديد كتير الوزن عند الولد. كمان كتير عم ناخد مثل مرتديلا، القصص اللي كتير فيها دهن كمان بننتبه. دايما بنروح على الجبن البيضة، بنروح على اللبنة، بنروح نحط فيه كتير خضرة للساندويش ليشبع الولد. بس نحط كتير خضرة رح يحس حاله منه بقى كتير جوعان. كتير بيساعد نعطي تابروير فيه جزر مع حامض، شوي طومات فريز كمان، فنعطي مكسرات نية، جوز ولوز اللي كتير بيعطوا طاقة خصوصا على تاني ركري. يعني تاني ركري عادة بياخدوا عصير الولد وسكريات، كتير غلط لأنه آخر ساعتين إذا في مات أو السيونس ما بيقطعوا، لأنه أخذ كتير سكر رح يقشط له الطاقة. فناخد تاني ركري كورن فليكس العادة بلا سكر، حط معه جوز ولوز ني، اكيد مش محمص ولا مقلي. نعم. بتشبعه، بتعطيه طاقه، وبيجي على البيت منه كثير جوعان، فما بياكل صحنين وثلاثه، بياكل صحن. صحيح. قصه المكسرات قديمه. نعم. يعني اهلنا بعضهم لهلا بيقولوا لنا انه افضل تاكلوا جوز ولوز بدل تشيبس او بدل هودي الامور. قد ايه نحن بعاد انه نوصل هالشغله لاولادنا؟ يعني ما بنشوف غير الولد بينزل بيطلب تشيبس او بيطلب شيء ما له طعمه، او الجمات هودي اللي عليهم سكر. نعم. قد ايه مضرين هودي؟ كثير مضرين. ومثل ما قلت القصه بتبلش فينا، اذا نحن عم ناخد الجوز واللوز قدامه للاولاد، هذا الشيء رح يخلي الولد هو كمان ياكل الجوز وياكل اللوز. سألتينا عن الجومات اللي كلهم سكر، اكيد كثير فيهم سكر، يعني كانه عم نعطي لاولادنا اربع معالق كبار سكر. وهذا الشيء ابدا ما نصحي، اكيد ممكن ياثر لمشاكل سكري، لمشاكل بدانه، قله التركيز، اوقات حركه زايده. الاولاد اللي عندهم حركه هايبر اكتف الاولاد، سكر زايد وهو الجومات لانه فيهم كولوران كمان بيعطوا حركه زياده، فبيصير الولد يعذبنا كثير اكثر. فبنبعد اذا في مشاكل حركه زائده، اكيد بنبعد عن السكر السريع، وبنبعد عن كل شيء كولوران عم نعطيهم لاولادنا. والمشروبات الغازيه بتعرف قد ايه فيهم سكر؟ يعني تنكل صغيره من الصودا فيها 8 ملاعق سكر، 8. يعني تخيلي عم ناكل 8 ملاعق سكر، ما فينا نتحملها، كيف الولد اللي عم بيشربها؟ رح اعطيكم بديل عن الصودا. فيكون فينا نعطي 100% عصير طبيعي، عصير عنب او عصير معين. بنحط معهم المي الغازيه وبنعطيه للولد. بهالطريقه كانه اعطيناه مشروب غازي. اذا هو هالقد مزبوط، اذا هو هالقد حب المشروبات الغازيه، لانه كمان سباركلينج كمان تشبه شوي المشروبات الغازيه بهالطريقه. نعم. نعم. والفاست فود، البرجر، البطاطا المقليه، يعني نحن كبار وما فينا نقاوم الرغبه، فكيف بالاحرى اولاد الصغار؟ شو بتنصحينا بهالمجال؟ هولي ما في، يعني ما حيبعد عنهم، لانه بينعزم كثير على اعياد الولد، واكيد رح يكون في برجر وبيتزا بالعيد. نعم. وبطاطا مقليه وسودا. كثير مهم ما يروح جوعان على المحل، ما يروح على العيد جوعان، يعني يكون اكل الفاصوليا يرجع يروح على العيد، لانه تما يسجل دماغه انه هالاكل كثير طيبه ورح ضل يكون عم بخدها. فكثير ومهم نحن مش دائما نعملهم بالبيت. اذا عملناهم دائما بالبيت يعني عم نزيد الوزن للولد، او بنعملهم بطريقه صحيه. يعني بنجيب البرجر بنفضيه كثير منيح للبرجر، يصير كثير رقيقه الخبزه. نستعمل لحم بقر. اكيد مش لحم غنم. الاولاد اللي ما بتحب السمك بدنا نعودهم على السمك، فنعملهم فيش برجر. اوكي. وفينا نحط معهم كثير خضره لنعودهم على الخضره، ملفوف، بندوره، بصل، ونعطيهم هالبرجر. اكيد افضل ما نعطي بطاطا مقليه، نشويها بالفرن، نعملهم عساب هيك رون كان اخذت شيبس. فهذه طريقه نكون عم نعطي هيلثي فاست فود، يعني بطريقه شوي صحيه. وبخصوص الغداء كنت عم تقولي لنا انه افضل قبل ما نبلشوا غدا ياكلوا خضره يمكن لحتى ما يضلوا كثير جوعانين، يعني بدل الصحن صحنين وثلاثه يمكن ياكلوا صحن. كثير مهم، بيجي بالولد من المدرسه كثير جوعان، بيجي بده ياكل جوعان، قعد سبع ساعات بالمدرسه اكيد حيجي جوعان. فدائما خصوصا اذا في زياده بالوزن بلش دائما بالخضره، دائما نكون نحن عاملين سلطه. اذا ما لحقنا بنعطي جزر، بنعطي خيار، شو موجود بالبراد بيعبي بطنه، خصوصا اذا في زياده وزن بنرجع بناكل الصحن الطبخ اللي نحن موجود، ولا مره يكون في بديل. يعني اذا ما بيحب المجدره ما بنقلي له بطاطا. نعم. واذا بده يكون في بديل بده يكون في بديل صحي،
يعني مش مجدرة فاصوليا. نعم هيك ما نعمل مع الولاد. نعم. قد ايه صعب بهالايام يعني نتعامل بهالشكل مع اولادنا، خصوصا مع اذا بدك المود دو في اللي عم بيعيشوه الاهل، واثنينهم بيشتغلوا، يمكن الام عندها وقت تحضر كل يوم سلطه مثل ما حضرتك قلت. صح. يعني قد ايه مهم نخصص، يعني نضل نلاقي وقت لحتى اولادنا يطلع جسمهم مش ما يطلع له مشاكل تنقول البدن، لانه قلت لنا البدن رح تأدي بعدين لكثير كثير مشاكل وامراض. صح، هي قصة عادة يعني بيصير الواحد في حد الخضرة يغسلون، ما ضروري تحضر سلطة إذا عم تشتغل أكيد. نعم. يفتح البراد، نحط خيار، نحط بندورة، تيتعود بس يكون عم ياكل خضرة زيادة للولد. نعم. كمان مهم ما تطبخ كثير بزيوت بمقالة. نعم. في إذا ما عنده وقت فيها تفتح علبة تونة، فيها تشوي سمكة، تشوي سمك فيليات. نعم. هول القصص سريعة ما بدها كثير وقت، وبتكون كثير عم تغذي الولد وعم تعطيه شيء كثير صحي لإله. نعم. بالانتقال على العشاء. نعم. شو بتنصح العشاء يكون؟ يعني في ناس بعرف انه بيتعشوا يمكن مثل تقريبا وقت الغداء، يعني طبخ. نعم. او قد ايه هذا الشيء صحي او يمكن مش صحي؟ كثير مهم يكون في وجبه واحده كبيره بالنهار. نعم. يعني اذا تغدينا ملوخيه، العشاء ما بده يكون ملوخيه. نعم. بده يكون مثل الترويقه. يعني ترتين سمره مع لبنه او جبنه. نص النشويات بيكونوا كاملين، يعني اذا تروق خبزه بيضة عشية بدها تكون خبزه قمحه كامله او خبزه سمراء. العشاء بده يكون مثل ما قلنا خفيف، لبنه او جبنه مع خبز اسمر او توست اسمر اذا بحب، ونعطي خضره كثير قدامهم. ومهم يكون في على القليل وجبه واحده نقعد فيها كلنا مع بعض كعائله. كثير بيساعد هالشيء الولد لنفسيته ولنعلمه شو لازم ياكل. نعم. حيقلدنا بكل شيء، إذا أكلت الأم الكوسة رح يأكل كوسة، إذا الأم ما بتأكل كوسة ولا ممكن يأكل كوسة الولد. صحيح. شو البديل عن الشيبس اللي هو إذا بدك حبيب قلب الأولاد الصغار والكبار؟ يعني إذا بدنا نحط شيء بداله، يمكن التلقمش، هي يمكن التلقمش المشكلة الأساسية. مزبوط. بس فينا نلقمي شيء ما بيضر أو ما بينصح قد الشيبس. كتير في أفكار، رح أعطيكم كتير أفكار للأهل يلي ما عم بيعرفوا شو بيعطوا للأولاد سناك صحي. اول شيء فينا نعطي بوشار، بوشار كثير خفيف وفينا نعمله بالمايكروويف. فينا نجيب البيراكس نحط بوشار الفلت تبع الطنجره ببيراكس، شوي ملح بنغطيها لخمس دقائق بفرقع لحاله البوشار بلا زيت وبلا شيء. وفينا بالطنجره نحط شوي زيت ونعطي بوشار، يعني ثلاث كبيات بوشار قد قبعه خبز صغيره 80 وحده حراريه، اللي هو كثير خفيف وصحي للولد وبينبسط فيه وبيسليه للولد. شغله ثانيه فينا نعطي جزر وحامض بيتسلى فيه الولد كمان. الولد بحب ياخذ دبس، يعني قصص يغطس فيها الاكل. مثلا اذا عملنا قرنبيط بالفرن مشوي، نحط معه صوص شوي كاتشب وموتارد، بحبها الولد هيدي الطريقه. فينا نعمل بروكولي، فينا نعطيه توست مع بينات بوتر ملعقه او ملعقتين. هول افكار سناك صحيه كثير مهمه. فنعطي لبن، كوب لبن قليل الدسم اذا في زياده وزن، نحط معهم بلوبيري او كرامبريز، بتطلع مثل كانه اللبن اللي فيه سكر بس ما فيه سكر بهالطريقه. نعم. حكيتي عن البينات بتر. نعم. في كثير اذا بدك مفهوم شائع عند العالم انه بما انه اسمها زبده الفستق، يعني المفروض انه هي شيء كثير بنصح، بس هي بالعكس يمكن كنت عم تخبريني انه هي شيء مفيد. كثير مفيد، كثير صحيه. نعم. الاولاد يلي بدنا نزيد لهم وزنهم وبحبوا ترتين الشوكولا على المدرسه، دائما بديلها هي ترتين البينات بتر. نعم. اذا بدنا نزيد الوزن. نعم. الولد اللي عم ننتبه له وبدنا نخفف له شوي، نعطي ملعقه بينات بتر على توست وحده. نعم. بنشيل بديلها ملعقه زيت، لانه بينات بتر مثل زيوت. نعم. بس زيوت كثير صحيه وطيبه وسناك صحي للولد ورح ينبسط فيه. نعم. هيك ما بحس حاله مقصص كثير تيقدر يكمل معنا، لانه مشوار طويل بده يكون. صحيح. قد ايه مهم السبور يلي بهالايام، يمكن يعني اذا ما بيعملوا الاولاد اكتيفيتي بعد المدرسه، ما في يعني ما عدنا عايشين بالضيع، بيروحوا الاولاد بيركضوا او بيعرسوا على شجره مثل ما نحن كنا وصغار. يعني هلا صاروا ببيت مثل ما انت تفضلت باول الحلقه، قلتي قاعدين على الايباد او على التي في او على الدي في دي، يعني في عود، في خمول وفي كسل صار، يعني ما بقى لهم جلاده يعملوا حركه. قد ايه مهم نحن نرجع نعيدهم على السبور. كتير مزبوط، يعني نحن بدنا نعمل سبورت، نحن كمان بدنا نعمل سبورت، قصة حتبلش فينا كمان. هيدا أول شيء. تاني شيء فينا نسجلهم بأكتيفيتي، إذا بتحب بالدانس نعمل له دانس، الولد بحب يسبح نروح على سباحة. مهم ننقي سبورت الولد بحبه. في كتير أهل ما عندهم وقت،
انه ياخذوا الولد على السبور، البديل هو شيء بالبيت نعمله، فينا نجيب حبله مثلا بل ما يقعدوا على التلي يعملوا حبله قدام التلي او بالبريك، فينا ندور الموسيقى نرقص مع الاولاد، كثير بيساعد يفش خلقه كل شيء ستريس قاطع فيه بالمدرسه بالعلامات يفشهم بالسبور، كثير رح تعلي الاستيم اذا بدك ثقته بحاله بترجع بتعلى، خصوصا اذا في زياده وزن. مهم نستعمل درج مش اسانسير، دائما نطلع على الدرج ننزل على الدرج قدامهم، هيدا الشيء كثير رح يزيد لهم من الحركه. اذا بنحسب قد ايه فينا نستعمل درج بالنهار كثير فينا نحرق. مهم دائما اذا رايحين عند تيتا او جدو نصف بعيد ليمشي اكثر الولد، ناخذه مول ليمشي. قد ايه في حكيت عن تيتا والجدو، يعني بس يروحوا الاولاد عند تيتا وجدو بيعتبروا انه ما بقى في ولا رول ولا قاعدة، أنا تيتا بتجيب لي وجده بيجيب لي. قد مهم إنه هاي المسيرة إذا بدك يكون الكل ماشيين فيها، مش إنه الأهل يشدوا والجد أو الست يرخوا. الستات والجدات بترجموا المحبة بالأكل. نعم. يعني بتحبه بتحبها لبنتك عطيها كتير أكل، عطيها بونبون عطيها شوكولا، هي قصة عادة إذا فيها نحكي معه بيكون كتير منيح. بس في ستات وجدات هيك بحبوا هيك بيعبروا، فيها نعلم الولد انه ناخذ شغله واحده لما نزعل التيتا كثير. فهي فيها تكون طريقه، وطريقه ثانيه دائما يروح اكل ما يروح كثير جوعان. هيدي الفكره كثير عم تشدد عليها انه يروح اكل. يعني اوقات بنشوف يمكن حتى تصرف غير لائق لانه بيكون جوعان، بيصير انه ماما جوعان او بابا جوعان، بيكون قدام العالم يعني بيصيروا يطلعوا انه يمكن ما بعرف قديش قلنا مثلا مش مطعمينه، هو قفات بيكون شم ريحه بطاطا او شم ريحه شيء من المطرح وشوي جوعان وكبرت معه. فكثير مهم لكان وين ما بدنا نروح يكون الولد اكل، لحتى شو ما اكل يكون عم ياكل اذا بدك مش انه فوق شبعته بس مش على جوع 100%. نعم. بده يكون عم ياخذ 5 وجبات بالنهار. نعم. تربيقه ما لازم يقف تربيقه، الاولاد اللي ما بتتروق علاماتها بتكون اوطى من غيره. نعم. لانه بتعوز طاقه بالنهار، بنعوز سناك بعد التربيقه تفاحه خياره، وبعدين بنعوز غدا اكيد الغدا ومع خضره. نعم. بعدين سناك ثاني هو بهم بيجي البسكوي شوكولا على بسكوي مش الشوكولا العادي الويفر دائما. نعم. او جوز ولوز فواكه لبن مع كرامبري او بلوبري، والعشاء مثل تربيقه خفيف. نعم. يعني سواء بيش لبنة أو جبنة، 5 وجبات بيكون عم بياخد. نعم. طب بخصوص المدرسة يعني نحن بنعرف أنه الأولاد في منهم بيمشوا بكير على مدرسهم، يعني صح. يمكن 6:30 مفروض يكونوا متروقين بهالوقت بكير؟ حسب هي الركري عادة 10:05. نعم. بالمبدأ. نعم. فيها تكون عم بياخد طاستاية مع لبنة سريعة. نعم. أو شوي جوز ولوز مع شوي كورنفليكس كمان سريع، فيه شرب كوب حليب. نعم. كمان قصص خفيفة بس هيك تنعطي انرجي لاول 3 ساعات اللي بالمدرسه رح يقطعوا. وبعدين برايك باول فرصه لازم يكون عم ياكل تارتين؟ اكيد دائما تارتين لبنه او جبنه، ما نعطي دائما مصاري للولد. لانه بس ياخذ مصاري اكيد رح يشتري. فينا نجيب له اجه، حط المصاري باجه تما يصرفهم بالمدرسه، اخر الشهر يشتري شيء فيهم هو بحبه. هيك بتشجعه انه ما يشتري بالمدرسه. وبخصوص المعكرونة، مين منا ما بحب المعكرونة كلنا. والرز كل هودة يعني الكتير يمكن بنصحوا وما بيقوتوا على القلب، يعني يمكن واحد بيأكل صحن معكرونة ما بحس انه اكل. شو مفروض نعمل بهالحالة؟ ما فينا نبعد عن المعكرونة. نعم. لنكون واقعية، المعكرونة موجودة بكل بيت والرز كمان وكتير طيبين. السر انه نكون عم ناخد معها شي بروتيين لقيت على القلب، البروتيين كتير بقيتوا على القلب. يعني سلقنا معكرونة مش بحدة دجاجة او ستيك لحم بقر اكيد مش غنم. دجاج بدقي السفاين دايما مش الفخذ، بنحط معهم صوص هيك بياخدها. اذا في رز مثلا وحبوب دايما الحبوب كتير اكتر من الرز. يعني بنعطيك كباية كباية ونص من الحبوب، رز 4 معالق ماكسيموم، ملعقة اللي بيشرب فيها السوب العادي. مش الملعقة الكبيرة. فهيك افكار بنكون احنا عم نعطيه، بده يكون نص اكله نشويات للولد بس النشويات الكامله الاسمر. نعم. بخصوص البروتين عم تحكي عن لبنه وجبنه وفي البيض كمان، في اولاد ما عندهم قبول للبيض، يعني ما بعرف اذا في شيء بديل عن البيض او يمكن لازم اذا بدك نقص عليهم او نشجعهم بشي طريقه معينه لحتى ياكلوا بيض. بدنا نضل نجرب، يعني بنضل نجرب نفس الاكله، دراسات فرجت 17 مره لنقرر انه هالاكله الولد ما بحبه. بدنا نضل نجرب. البيض هي اللي يحبوه لانه فينا نعملها كاومليت،
حط معها خضرة، نحط معها بندورة، بصل أخضر، بتصير طيبة يعني، بصير يحبوا البيت. في نعمله بالجاتو، في نعمله بالأومليت. صح. صفار البيت فيه مادة اسمها كولين، هي كتير مهمة لنمو الذهن للولد. يعني إذا في فحوصات هلا مثلا اذا جايين بعد نوال عندهم اكزامان، البيت كثير مهم يتروقوا الصبح، بيعطي كثير طاقه وبيخلي يحفظ اسرع وبيعطيه طاقه ذهنيه للولد. نعم. قد ايه مهم اوقات نضحك اذا بدك على الاولاد باشكال الاكل اللي بنعملهم اياه؟ يعني انا بتذكر وقتها كانوا صغار ما كانوا يقبلوا لبنه ولا زيتون، فكنت جيب توست واعمل لهم وجه، يعني امرغلون اللبنه وحط العيون كانه زيتون والتم كانه بندوره، مره على مره يمكن بيتقبلوا. فقد في اشياء مثلا ما عم ياكلوها، بعرف انا من اولاد سبانخ مثلا هي ولا يمكن يدقوها، قد ما نقول لهم باباي ليكو شو بتصيروا ابضيات. ما بعرف اذا في شيء طرق هيك نخلي اولادنا يحبوا الاشياء الصحيه والمغذيه. فينا مثلا ما بياكلوا السبانخ، فيك تعملي سلاد على السبانخ. نعم. بدل ما تستعمل الخس فيك تستعمل سبانخ، رح ياخذوها عم بياكلوا سلاد، ما رح يكونوا كثير بيعرفوا هالشيء. نعم. بيساعد اللي عملتيه بعقد، لانه بس نحن نزين الولد، ولد كثير فيزيوال بس بحب على النظر، يعني بحب القصص الملونه اللي بتلفت له نظره، فاذا لونت او حطيتها مثل ما قلت الزيتونه مع اللبنه اكيد رح يستحليها. نعم. السبانخ بناخذها بديل مثلا بالسلطه. فيك تعملي باستا على سبانخ، في كذا ريسبي، ودائما اذا عملت سبانخ بده يجرب، خلي دائما يجرب. ما تعطي بديل لإله ليصير يحبه، عصري لحامه تبركي زياده يصير يتقبلها. نكتر اذا بتعمليها مع لحمه او مع دجاج، كيف تعمليها؟ كيف هي السبانخ؟ هي مع رز ولحمه. اوكي، فيك تكتري لهم اللحمه اذا هن بحبوا اللحمه، بيقبلوا اللحمه على حجه اللحمه بياخذوا السبانخ. صح. نعم، يعني بدنا نستعمل كل الطرق مثل ما بيقولوا لحتى نساعد اولادنا ليمرقوا هالمرحله. الغريب انه نحن وصغار في كثير اشياء ما كنا ناكلهم، بس كبرنا صرنا نقول انه لا هدول اشياء طيبين. يعني ما بعرف يمكن بيكون عندنا بريجيجي عليهم او مفكرينهم مش طيبين، وبس ندوقهم او نحط براسنا انه ايه. مثلا السمك، في اولاد ما بياكلوا سمك، قد ايه مهم السمك؟ لازم يكونوا عم بياخذوا تقريبا مرتين بالجمعه سمك. نعم. ما اخذ سمك بنعمل سلطه تونه مثلا، بنعمل فيش برجر. نعم. بنعمل سياديه، نكون نحن عم نقطع لهم السمك بشكل انه ياخذوه مرتين بالجمعه. نعم. لانه السمك فيه زيت السمك اللي هو اوميجا 3، جسمنا ما بيعمله، هيدا زيوت اسانسيال ضروري يكون عم ياخذها بالاكل. نعم. بس جسمك ما حيعمله ابدا. نعم. فضروري نكون عم نعطيه هون. نعم. بحالات الكثير متطرفه الاكستريم اللي ابدا ما بياخذ لا تونه ولا سمك ولا حتى مكسرات نيه، نلجا اكيد للطبيب. فيتامين. صح. الطبيب هو اكيد بقلنا اذا بيعوز زيت سمك او لا. نعم. اذا ما عاد ياخذ ابدا. في اسماك معينه لازم ناخذهم ولا هيدا زيت السمك موجود بكل الاسماك؟ كل ما كانت السمكه مدهنه بيكون فيها اكثر زيت السمك. نعم. سمكه السالمون كثير فيها اوميجا 3 مثلا، السمو. نعم. فبس مهم ياخذ سمك نعوده. نعم. فانا اللي فهمته من حديثك انه فينا ناكل كل شيء اول شيء، بس نعم. باعتدال. تاني شيء مش مفروض نعطي للولد بديل، يعني اذا في اكله ما بحبها نحن ما فينا نعطيه شيء تاني مش صحي بديل. صح. يعني البطاطا مقليه بدل المجدره، نعطي فاصوليا بدل المجدره، بديل صحي. صح. تالت شيء لازم يكون في وقعه واحده كبيره بالنهار اللي هي يا الغداء يا العشاء. صح. وتنصحي حضرتك انه الاهل يكونوا كلهم موجودين حتى هي بتخلق يعني روابط اذا بدك بالعائله. يعني وهلا مثل ما حكينا بهالمده في كثير قليل حتى يجتمعوا الاهل. صح. كلهم مع بعضهم على الاكل، فان شاء الله نقدر نحقق اللي قلتي لنا اياه. ان شاء الله. اللي نحن رح نرجع معك على الفقره الثانيه. مشاهدينا وصلنا لنهايه الفقره الاولى، بريك سريع وبنرجع. مرحب فيكم مشاهدينا من جديد، وبعدنا مع اخصائيه التغذيه اللي مطر من جديد. اللي اهلا وسهلا فيكي.
رح نكفي بالموضوع يلي كنا عم نحكي فيه، بس رح ننتقل على الشق اللي متعلق بالأهل. وبالنهاية نحن القدوة لأولادنا، وكل شي بيعملوه يمكن بقلدونا فيه، ففي مسؤولية كتير كبيرة بتقع على عاتقنا على كتافنا. نحن أوقات نتصرف غلط يمكن عن جهل، أو يمكن في إشياء ما بنفهم لوين ما قولة تأدي. فرح نحكي قد تأثير العادات الغذائية اللي بيتبعوها الأهل على الأولاد. رح نبلش بقصة المكافأة. يعني أوقات بنقول له برافو بيطلع لك شوكولا، قد هذا الشيء غلط؟ هيدا الشيء مش غلط، كتير غلط. الولد بس نعطيه مكافأة شوكولا بصير يفكر الشوكولا شيء كتير أهم من الأكل اللي كيفقونا فيه، أو بس نقصصه عن الشوكولا بصير هو عكبر إذا قطع بمشاكل بصير يقصص حاله على الأكل، بصير ما يأكل بس يكون متضايق. هون بتجي مشاكل نفسية، أنوركسي، بوليمي، هيدا بتجي من وراء المكافأة والقصص على الأكل. نكافئ أولادنا باهتمامنا فيهم مش بالشوكولا مش بالأكل. بدنا نكافئهم، نقعد معهم نسمع لهم، نخدم، نتمشى احنا وياهم، نلعب بسيكلات، بس مش بالاكل. هذا الشيء كثير غلط، مش اجبنا فاس ورفع على المط نعطيه تارت او شيء. نعم. في شيء غلط كمان بظن انه كل الاهل بيعملوه، انه لازم تخلي صحتك. ليش؟ لانه في ناس فقراء ما بعرف وين وحرام. مزبوط، كثير حرام، بس قد ايه عم ناذي الولد لما نجبره ياكل يمكن فوق شبعته. مش عم نحكي عن الولد اللي هو منقنف بالاكل وما بده يكفي صحنه، بس في ولد اوقات عن جد شبع، نحن بنقول له لا لازم تكفي صحنك. مزبوط، لازم، لا قد ما شبعته الولد بنعطيه اكيد. بفهم انه اوقات بنقول نحن ما بدنا نكب الاكل، بس اوقات نحن عم نكب الاكل فينا نحن، وهذا الشيء ما انه صحي لنا ولا حتى لاولادنا. في شيء كمان بدي اقوله، فينا نستعمل الصحن الاصغر اذا هذا الشيء بيزعجنا، يعني او الولد عنده زياده وزن بنستعمل دائما صحن اصغر مش الاكبر. اول شيء بنخفف الاكل على الولد، ثاني شيء ما بنضطر نحن انه نكب الاكل. نعم، يمكن فينا نعطيه كميه اقل، وفي حال طلب اكثر اذا ما عنده مشاكل بدنيه اكيد بنقدر نزيد له، بس انه اذا صبينا له من الاول صحن كبير يمكن هو يلاقيه اصلا كبير وما يعرف كيف بده يخلصه، خاصه اذا الطبخ مش على ذوقه. هون بصير يخلص يأكس على الاكله. نعم. يعني احنا بس نجبر الولد نعمل دراما اذا ما اكل الفاصوليا، رح يصير عن جد ما يحب الفاصوليا. بصير ياخذ اهتمامنا بالبكاء والعيط انه ما بدي فاصوليا، انه هيك شايف نحن هالقد عم نعصب انه ما اكل. نعمل بإجنور، يعني ما كتير نعطي اهتمام، لا بدك تخلص الصحن بدك تخلصه، بس هالقد نعمل رياكسيون قوية او ردة فعل هالقد قوية، هذا الشيء الولد حيستفيد منه، حدايما ياخذ اهتمامنا بالاكل. نعم. رح ننتقل على موضوع السوبر ماركت، اللي هي معظم الاوقات اذا بدك كابوس يمكن للاهل انه ياخذوا معهم اولادهم على السوبر ماركت، لانه في كتير اولاد ما يعني لانه اولاد ما بيعرفوا كيف يتصرفوا، وبدي هاي وبدي هيديك، ما بعرف كيف لازم نحن نتصرف. اهم شيء يكون اكل قبل ما يروح على السوبر ماركت. نعم. ضروري الولد يكون شبعان. نحن حتى اذا رحنا جوعانين سنستحلي كثير اكثر، بستحلي تشيب شوكولا بومبون جام هول على السكر. بيكون اكل شبعان، اخذ سناك، شرب، اخذ مي كثير، شرب مياته. بنروح على السوبر ماركت مثل ما كنت عم تقولي لي تعاملي مع اولادك، شغله واحده نحن مننقي من السوبر ماركت. بيكون عم ياخذها الولد، وكثير مهم ما نجيب بكثره نحطهم بالخزانه بالمطبخ لكل الجمعه، لانه بصير الولد اذا في خزانه فيها شوكولا نحن ما فينا نقاومها كيف الصغار. صحيح، فعلى احتياجات نحن نعطي قطعه او منخبيهم بمحل. الولد ما كثير بيعرفه، لانه شوي ثقيل دائما يكون في شوكولا بالبيت. صحيح، ونضطر نقول له ما تاكل بس احب وجه الشوكولا، شو بيعمل؟ نعم كثير مزبوط. مشكله الاكل قدام التلي. قد ايه اول شيء في اولاد بياكلوا زياده يمكن، وفي اولاد بيماطلوا، يعني بصير الصحن اللي بده اعتبره ربع ساعه بياخذ معه نص ساعه لانه التهى. فما بعرف شو برايك عن موضوع التلي. موضوع التلي هو من اسباب البدانه اللي سالتينا عنه باول فكره. لانه الولد بس يكون عم ياكل قدام التلي ما بيوصل له السيجنال انه هو شبع. تركيزه بالانيميشن اللي على التلفزيون. ما بيوصل مساج من معدته انه انت شبعت، بضله عم ياكل. هذا الشيء بنشوفه كثير بالسينما، فنروح بجات بوب كورن ما بنحس انه شبعنا لانه ما وصل مساج انه شبعنا. تلي بنطفي، نقعد بنتغدى يا على طاوله السفره. يا بالمطبخ، اكيد مش قدام تلي 100%. نعم. وقد ايه بضر اوقات نقول لولد انه انت ناصح،
يمكن حتى اذا بنقول له انت ضعيف يزعل يعني، دون لي دو سونس، مش انه بس لانه موضوعنا عن البدانه. قد ايه ممكن ناذيه؟ يمكن لازم نستعمل غير تعبير، مش انه ممنوع تاكل لانه انت ناصح، انت لازم تاكل هاي لانه يمكن صحي اكثر لجسمك ما بيأذيك. سؤالي كثير بعقد وكثير مزبوط يعني حقيقه، لانه الولد ما بتصدق قد ايه بيأثر على نفسيته تقولي له انت ناصح او انت صاير شكلك مثل الطابه او ما بعرف شو الترمات اللي بيستعملوها. نحن بنجرح من هالشيء، كيف الولد؟ صحيح. يعني ما بنعطي الولد لما نحكيه بنحكي بطريقه بناءه، ولا مره بنسمي ولد ناصح اول شيء، ثاني شيء دائما بنجرب قد ما فينا نعلي للولد، قد ما فينا نبني برافو كوراج، برافو خلصت صحنك، برافو ما اكلت شوكولا عفيك انه خففت، ولا مره ولا مره نهينه او خصوصا قدام عالم. يعني هذا بعد اضرب، وبعد الاضرب انه الام هي تقول عن حالها كلام عن شكلها ما انه منيح قدام بنتها. نعم. لانه اذا انا اللي بشوفها كثير حلوه اللي هي امي اللي هي احلى شيء بركي بحياتي عم تقول عن حالها انه هي ما انا حابه حالها اليوم او ما انا حلوه، اكيد رح ياثر علي. صحيح. مهم نحن نفاجئ نحن حابين حالنا، بلش نحن حابين حالنا تالولد يصير يحب حاله. نعم. يعني بس نطلع على المرايه مش يقول له شو منصحنا هالبنطلون، ما نحكي هالشيء قدام الولد لانه اكيد رح يتاثر، الولد بشوفك شيء كثير يعني شيء كثير مهم وكثير حلو. 100% ايه ما فينا نحكي عن هالشيء لانه بلا ما ننتبه الولد بصير عنده مشاكل بسقط بحاله. نعم. من ورا هالشيء لو ما عم نقول له عم نقول لنا بياثر عليه. نعم. الولد النيقه بالاكل يلي يعني بيكون كثير على اساس جوعان بس نحط له الصحن وياكل ملقعتين ثلاثه بهدي جوعه، ببلش انه ما بقى بدي اكل، شوي بعد فترة كتير قليلة بيرجع بجوع مرة تانية. شو نصيحتك للأهل كيف لازم يتصرفوا معه وشو اللي لازم يعودوا عليه؟ إذا هيدا الولد منيح، إذا منيقة بترجع أكل كتير منيح. نعم. ما نعمل له ستريس للولد، المهم رجع أكل. الولاد اللي أبدا ما عم بيأكلوا مثلا، نعم، بدنا نضلنا نجرب أكل أول شيء، تاني شيء بنخلط أكل، نخلط أكل بحبه أو معود عليه مع أكل ما إنه فاميليار لإله ما إنه معود عليه. يعني بحب الباستا الولد ما بحب الخضرة، نعمل باستا بنحط معها فليفلة بنحط معها خضرة. مثلا ما بحب اللحمة بنحطها مع الرز، ما بحب الرز بنخلط شيء بحبه مع شيء ما بحبه، كتير بيساعد يكون هو عم يشتغل معنا بالأكل. بس نفوت الولد على المطبخ كتير مهم هالشي، يعني بصير يعرف انه انا طبخت هالطبخة بدي ذوقها. نعم. وبالسوبر ماركت بس ناخده معنا بس نحن نقول له يلا نقي انت هلا الفواكه اللي بدك تاكلها. نعم. بس الولد ينقي الفواكه رح يصير يحب هو يذوقها للفواكه. صحيح. اذا هو نيقه ما عم بياكل فواكه. صحيح. قديه مهم ناكل قدامهم فواكه وخضره، يعني في اهل يمكن ما بحبوا ابدا الفواكه والخضره، قديش لازم يعملوا افور لحتى انه ما نكون عم نوعظ. يعني مثل ما انت قلت نحن المثل يمكن الشيء اللي بدهم يقلدوه العبره اللي بدهم ياخذوها منا، قديه مهم نحن نشتغل على حالنا لحتى نساعد اولادنا. بحس اولاد كثير رح يعطوا موتيفيشن للاهل ليشتغلوا على حالهم لانه هالقد الاهل بدهم انه يساعدوا اولادهم فيبلشوا بحالهم. هذا الشيء بشجعنا، بشجع الاهل انه يعملوا رياضه، بشجع ياكلوا فواكه ياكلوا خضره يهتموا بحالهم ورا اولادهم. هذا الشيء حيكون كثير بوزيتيف لهم. نعم. ننتقل لمشكله كثير كبيره واكيد كل الاهل بعينوا منها اللي هي الاكل برا والدليفري. يعني يلا مثلا الام ما لحقت تطبخ بنطلب دليفري، يلا مثلا رايحين بعد المدرسه على مطرح ما بنلحق نمرق على البيت ناكل، بنمرق بناكل برا وبنمشي. قد ايه هذا الشيء مش منيح؟ هذا الشيء مش منيح اذا كثير عملناه. نعم. كل شيء بنعمله باعتدال ما بدنا ياخذ الدنيا، يعني ما عليه اذا مره قطعنا دليفري ومره رحنا تغدينا انبسطنا مع الاولاد، هالمواقف اللي رح يتذكروها كل حياتهم. نعم. فكتير مهم نقعد معهم بمطعم اكيد. نعم. بس دائما نطلب قدامهم دائما يكون في سلطه، يعني شو ما اكل يكون في صحن سلطه يبلش فيها، رجع ياكل البلا اللي هو بده اياه. نعم. وكمان مش مهم مش دائما، يعني مش كل يوم مثل دليفري. نعم. مره كل جمعتين ما لنا اخر الدنيا، بالعكس هذا الشيء بيريح الام وبخلي الولد يتاقلم مع كل شيء يعني عم يقطع فيه. نعم. لا هي يمكن صحيح انه الولد لازم يكون عم ياكل اكل من برا من فتره للتانية مثل ما انت قلتي، لانه يمكن الاولاد اللي معودين دائما على الطبخ ما بيتقبلوا فكره انه انا مثلا اذا نعزموا على بيرثدي بيعتبروا هذا الشيء مش ضايقينه، يمكن البرجر او البيتزا، يعني هذا كمان شيء اذا بدك نيجاتيف، يعني ما انه شيء بوزيتيف اذا ما مخلينه للاولاد يتعرف على الاكل البرا. هو بصير يعمل رده فعل عكسيه لانه ولا مرة اكل برا ولا مرة ضيق،
هذا الشيء بيصير ياخذ منا كثير بكثره، لانه بحس ما انا موجوده دائما هذه الشغله. صحيح. فباعتدال هو الحل، اعتدال هو الحل لكل شيء. نعم. السوائل قد ايه مهم نشرب مي؟ يعني احنا بنقول لازم نشرب مي ولازم اولادنا يشربوا مي، اوقات بنعطيهم قنينه بيجوا بيقولوا لنا مثلا خلصت وعطشنا، ما بنقدر يمكن لانه صرنا بعمر اذا بدك نتاقلم ما بيضايقنا الموضوع، بس الاولاد يمكن كثير عايزين سوائل، عايزين مي، عايزين العصير، ما بعرف شو وضعه لانه كله سكر وكله الوان، ما بعرف شو رايك بالموضوع. مزبوط، كثير مهم نشرب مي. نعم. قد ما فينا ضروري نكون عم نتاكد انه الولد عم بيشرب مي، بس ما يشرب بقى مي بنلاحظ البول صار لونه اصفر على اغمق على غامق، هيدا الارمينج، هيدا الشيء خلص بده ينبهنا انه ابننا او بنتنا ما عم تشرب مي. اذا عنده سبور ضروري يكون مخلص المي، لانه بس يعمل رياضه بيعرق يعني بيخسر مي، ضروري نحن نعوض له اياها. وحضرتك سالتينا عن العصير كمان. هلا بس نعصر الفواكه بتخسر الياف، بتخسر شوي فيتامينات. افضل شيء ياخذ الفواكه مثل ما هي. كمان بتشبع اكثر، بس ناكل مثلا كبيت العصير بدها 3 ليمونات تنعصر او 2. شو بيشبع اكثر، ناكل ليمونتين او نشربهم؟ صحيح، ناكلهم ونعم نستفيد اكثر، الولد عم ياخذ الالياف. عم ياخذ الفيتامينات اكيد اصح. نعم. مش العصير. نعم. وخصوصا في انواع عصير فيهم سكر اكثر. صحيح. يعني ملو يعني هي وطعمه مثلا الاناناس او طعمه التفاح. ما انه عن جد بالفعل تفاح معصور او اناناس. صح. بس انه الاولاد بيفضلوا يمكن اول شيء جاهز، يعني مش الام بدها تقعد تحضر. ثاني شيء مثل ما بيقولوا ببل القلب مع الترتين او مع الساندويش افضل من كبايه ليمون معصوره. يمكن الاولاد بيبعدوا انه فيها حديه يمكن الليمون، ما بعرف شو رايك. مزبوط، ممكن يبعدوا، بس لازم نعوضهم. يعني فيني ياخذ لبن بدل دائما عصير، واذا بده عصير بنروح على الطبيعي 100% طبيعي. نعرف انه طبيعي من قد ايه بضاين، يعني بنقرا الاكسبيري ديت بنشوف قد ايه بضاين، يومين 3، يعني هيدا صحي. اذا بضاين كثير وقت اكثر يعني فيه سكر اكثر وفيه قصص بتحافظ على هالعصير. هيك انا عارف. نعم. بخبرتك قال لي الطويله اكيد مع التغذيه، قد ايه بتلاقي انه كل مشاكل الاولاد يمكن اللي بيجوا لعندكم نابعه من الاهل؟ يعني قد ايه مش انه الحق على الاهل، بس اكيد في اشياء الاهل يمكن ما عملوها او يمكن عملوها زياده هي اللي بتاثر على الاولاد. مزبوط، في كثير اوقات من الاهل ما بدنا نحسهم بالذنب اكيد، بس كمان اوقات رياكسيون تبع الاهل، مش هن كاشخاص او شو تقدموا لهم، رياكسيون تبعهم او اصرارهم بركة انه يعمل رجيم او اصرارهم انه يضعف، هذا الشيء بيأذي الولد. اوقات اذا الام ما انا قادره تحل مشكله الوزن ووزنها لبنتها زعجها، فيها تحكي مع حدا مختص. حدا بالدومين، لانه هي حتكون دائما سوبجكتيف، دائما هي بالقصه. صحيح. بدها حدا من برا البنت لتقدر تسمعه اكثر. نعم. مش حدا بقلب القصه. نعم. يعني نصيحتك للاهل اليوم، الاهل الكل يلي كل الاهل يلي عم تابعونا ويلي يمكن مش ضروري اولادهم عندهم مشكله بدانه، بس انه مش تابعين يمكن الاساليب الصحيه بالتغذيه، شو بتحبي تقولي لهم؟ بحب اقول لهم انه عم بيعملوا كثير منيح مع اولادهم واكثر ما فيهم. نعم. اكيد في كم شغله ان شاء الله يكونوا استفادوا منهم كافكار يساعدوا بعض الاولاد اكثر. بقول لهم بس يهتموا شو عم ياخذوا على المدرسه الاولاد، يروقون الصبح، دائما يكون في صلاه على الغداء، ويعملوا رياضه للاولاد. يعني هيدي اكثر نصيحه بدي اعطيها، لازم يكونوا عم يعملوا تقريبا 60 دقيقه باليوم الولد رياضه. 60 دقيقه اذا ولد بقلب المدرسه. هالاهل عم ده رقم كثير كبير، يعني صراحه رقم ايه منه صغير، بس لازم تكون قد ما فينا يعني نجرب نكون عم نعمل لهم اياه. نعم. بدي اطلب منك تسحبي خبز الحياه لحتى نشوف الله شو حبيبي قلنا. اكيد رح اروح على الاصفر. اوكي. قبل ان يدعوني اجيب وفيما هم يتكلمون استمع. ايمان كثير كثير حلوه. شو بتعني لك هالايه؟ بتعني لي لانه بيعرفنا لدرجه انه قبل ما اقول الشغله بيعرفها وبيستجيب لنا، يعني هذا كان تاكيد لي انه رح يستجيب للقصص اللي انا عم بطلبها منه. نعم. قد ايه انت قريبه من الله؟ اللي انا معرفتي فيك كثير طويله يعني، ومن وقتها لهلا فيني اقول انه ما تغير فيك شيء ابدا، وبعدك الشخص المتفائل يلي بيعطي اذا بدك في ترتيله بتقول
إن شاء الله الناس اللي بنشوفهم عند ربنا يشوفونا بوجهك يا ربي. نحن يعني أنا هذا رأيي فيك بصراحة، إن شاء الله على طول بتضلك نشا الفرح، ولا مرة شفتك غير مبتسمة. وأنا ولا مرة شفتك كمان أنت غير مبتسمة. إن شاء الله على طول بتضلك بهالهمة، وميرسي كتير على كل المعلومات اللي أعطيتينا إياها، وما بعرف إذا بعد بدك تقولي شيء. بدي أقول لك ميرسي إلك، وأنا ميرسي. كتير انبسطت إنه كنت معك، وبيرسونلي يعني كتير بحبك، و فثانك يو لإلك. ميرسي ميرسي كتير إلك. ميرسي كل اللي مشاهدينا، وصلنا لنهاية الفقرة الثانية، بريك سريع وبنرجع.